هذه مده وحنا كنفكروا في ادماج الشباب والنساء في المكتب اللي غادي يقوموا بدور كبير في المستقبل. المستقبل هو الشباب. غادي يجي واحد النهار تولي شخصيه معروفه. انا ما عنديش شك في المؤهلات ديالك. انتي نهار غتولي زعيمه. مبروك عليك رئاسه مجلس بلدك. ها هو البيرو ديالك لاله حنان. شحال من واحد جا ومشى والخدمه بقات هي هي. الحزب ديالكم كيغرق البشير. عطيك راسك واجي عندنا. وتجاني على الخيانه عمي. الحزب ماشي وطن باش تدخل. يا كان بقيت عليك انت معاك السي الخضر. انت معنا. الحزب ديالنا ما كينساش ميستي ساندو. نصاب وكان البشير كيفكر في حالك. البشير طمع يكون هو الامن العام للحزب من بعد فاروق. فاروق عافاك حتى انت من المهام ديالك في الحزب. صحاب ليكم غديروا لي هكاك. دابا تشوف شنو غندير في هذا الحزب. نقلبوا صفاه على علاه. دابا بغيت نعرف القرار ديالك. واش غتبعي التعليمات ديالي وتبقاي معنا ولا غادي تمشي بحالك؟ انا معاك السي الخضر. شنو هذا؟ ملحه. وهذا؟ بزار. وهذا؟ موس. وهذه؟ بصله. باش معروفه البصله؟ كنت بكينا. والرجال كيبكيو؟ لا. دابا شوف غادي نعلمك نبكي البصله بلا ما تبكي. شوف. شتي؟ علاش ماشي لوبنا اللي كطيب؟ فين هي؟ شد تشد زبلك تاك تحنزز فيا شد كاملين تنزلتي وجيتي بنفسك هذا كيعني بلي الموضوع كبير. اش دار لك في الحزب الجديد؟ الحزب الوطني الجديد موراه ناس من الفوق ورجال عمل صحاح اللي غادي يمولو الحزب. خطر علينا الا خليناه يكبر غادي ياكلنا كاملين. فاش كتفكر؟ فاش كنفكر؟ كنفكر في التحالف. والناس اللي معاك متفقين؟ مازال ما في خبرهم والو. نشاور الرد عليك. الوقت كيطير. باش ما قررتو بكري باش ما احسن. والمقابل؟
حملة وحدة ولا أي حاجة وحدة 50-50. ورأس اللايعة شكون؟ مرة هذه غتكون سابقة إلى ربحنا. مرة رئيسة الحكومة. على هادشي خصنا نتحدو. الرئيس من عندنا ولا من عندكم؟ إلا تفهمنا ما بقى مشكل. غنشكلو كتلة برلمانية وحدة. وفي شكون كتفكر؟ نظرك. شتي انت؟ رقيتك النهار الأول. وفهمتك علاش دفع بحنان للواجهة. هذيك البنت عندها دو كاريزم شعبية كبيرة. يمكن لها تمثل فئة كبيرة من الشعب. شخصيا أنا ما عنديش مشكلة إذا كانت تحترم الاتفاق اللي بيناتنا. اتفاق غيكون معايا أنا. حنا غتكون غير في الواجهة. أبا حنا في الواجهة وأنت موراها اللي كيحكم ياك. حنا اللي غادي نحكمو. درتي مع لابوتيك هذا مزيان؟ جراو عليا ومشحال هادي. علاش؟ ضربت الشيف سيرفيس. كتر عليا ما سيقي يجفي يصبني فهمت زايده. سمحي لينا على البنور ولكن علاش ما قلتي لنا شحال هادي؟ وعلاش نتوما مسالي ليا اصلا؟ كنشوفكم اللي ملاهية بالحب اللي ولات عندها بنية. واخا لالا عندك الحق. وشنو درتي من بعد؟ دابا هادي سيمانة وانا خدامة فام دميناج في كلينيك. غادي نحبس. مزيان تحبسي. علاش؟ حيت ما يمكنش السبيطار يخدم في السبيطار. والله الدرية تعيت بتمرميد وحق الله من خدمة لخدمة. انا راه طباخة راه خصني ندير شي مشروع ديالي بوحدي. واش غير نوضو دير مشروع؟ دابا ملي دويتي معقولة لبنى نقولها لك. خدمة خير كتبغي الصبر. المهم يحيى الله أنا هاد الساعة باغا نشط وباغا نفوج وباغا ننسى هادشي. كنفكر كاع ندير شي حفلة. لالا الحمد لله غير ملي ضحكتي. قولي لنا شمن حفلة ونديروها كاملين. هاد الخميس هذا مكيفكركم حتى شي مناسبة؟ ما عرفتش. عيد الكبير داز. عيد المرأة داز. آه وهاد المرأة اللي قدامكم ناري. هادشي شحال من هادي راك في بالي باش ما نساكش لبنى. سمحي ليا بزاف عيد ميلادك ياك. حتى انا والله حتى نسيتو. لا اصلا خصكم تنساوني. علاش انا شكون؟ ها صاحبتكم ماشي شي حاجه مهمه. الا بلا ما تقيد دمعي علينا. عيد ميلاد ديالك غنديرو عندي في الدار وعلى حسابي من أ حتى زد. ايوا يلا وانا لا عرض عليك الصالون غنمشيو ثلاثه بينا وغنتبرع غنبقى على خاطرك. انا المهم عندي هو ما تنساوش ليا الكادو. اويلي وهادشي كله اللي قلت لك غندير لك ماشي كادو. لا بارفان ديالي غير تقاده الصاك ديالي قدام وبجوجهم ماركه انا بارفان ياك باش انا نشري الصاك اللي بغيتي. دابا نتفاهم انا وياك ولي بغيتي تشري الصاك شري باش نشري بارفان شري. واخا لالا المهم تفهموا بيناتكم. غير وضحك. فاروق انا متفق مع لطيفة. ما عرفتش كيفاش نقدروا نتفقوا معاهم على برنامج وحنا ما متفقينش في التوجهات. نركزوا على النقاط اللي كتجمعنا. المسائل اللي كنختلفوا فيها غادي نشوفوها من بعد. ما كتجمعنا معاهم حتى شي نقاط.
المبادئ الاساسيه ديال البرنامج ديالنا هي مساله الحريه وحقوق المراه، وهذا صميم اختلاف ديالنا معاهم. انا فاهم التحفظات ديالكم، ولكن حتى نتوما خاصكم تفهموني. الحزب ديالنا كيدوز من مرحله صعيبه، والشعبيه ديالنا ما بقاتش كيف كانت. هذا ماشي مبرر خلينا نتحالفوا مع حزب الشعب والمواطن. لطيفة، احزاب جديده بانت وعندها امكانيه صحيحه، واللي باغا تمحينا الا ما تحالفناش مع احزاب اخرى غادي نتمحاو حتى حنا. لطيفة عندها الحق، حنا حزب تقدمي وما حزب رجعي، حنا حزب تحرري وما حزب محافظ. ما كرهتش، ولكن كيفاش غنديروا لها؟ السياسه كل شيء ممكن. انا ما متفقاش، ما يمكنش نضحيو هكا بالمبادئ ديالنا غير باش ندخلوا للبرلمان. نديروا معاهم لائحه مشتركه، الامكانيات ديالنا غتزيد، وغنديروا حمله كبيره مع الناس اللي عندهم وزن. اها، وفي المقابل نتنازل على البرنامج ديالنا. في المقابل غادي نحكموا. اسمح لي، انا واحد الانسانه واضحه، وغنقولها لك نيشان، ما غنعاودش نحط يدي في يد الخضر. خاننا واحد المره، واللي خان مره غيخون ديما. ما يقدرش، هاد المره مصلحته معنا. بشير، متفق مع لطيفه، ما نقدرش نشغل في الخطر. حتى واحد ما يقدر يضبطو، ولكن الا كانت مصلحتي الحزب مع الخطر ما عنديش مشكل بالتحفظ. انتي لطيفه، خمي مزيان في داكشي اللي كنقول لك، وحاولي تفكري في مصلحه الحزب. ما عندي فاش نفكر، قرار خديته. الا تحالفتوا مع الحزب الخضر غنقدم استقالتي. اسمحوا لي. لطيفه، 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 متفق معاك، متفق معاك، ولكن مرحله بغيت هادشي. صافي، تنتكل لك دماغك ولي السبع. انا وافقت حيت مقتنع. انا ما مقتنعش وما موافقاش. مالك راسك قاصحه لطيفه؟ بلا ما تحاول تقنعني. لطيفه، السياسه هي هادي، خاص التحالفات. انا ماشي ضد التحالفات، انا ضد النفاق السياسي، ضد نضحكوا على الناس. علاش من النفاق السياسي كتهضري؟ شنو غتسميه؟ الغايه تبرر الوسيله. انا كنسميه الانتهازيه. دابا انا انتهازي. سول راسك البشير. شوفي على زهر عندي، خمسة الخدمات دوزتهم في شهر واحد، حتى وحده ما طفرتو فيها راجع. فتيحه اختي، فتيحه، انا خصهم يدخلوني للجينيس، حطمت الروكور. انا متاكده شي نحس خايب تابعني في حياتي من نهار زاديت، حتى ما يمكنش لا خدمه فلحت فيها لا راجل عرفت نشد فيه. واش انتي من الصباح وانا كنحرك في الحجر وانتي كديري ليا براسك هكا زيزونه؟ لا اختي، انا مخدامه. اختي صافي بلا ما تهضري، اصلا انا معصبه وصحاباتي تعطلوا عليا. كما نساوني هادو؟ ان الرقم الذي تطلبونه غير مشغل. ايوا هادشي اللي بقى لي. حنان، حنان سي فاروق، زيد مرحبا بك. شدي ليك الباب موراك.
تشرب شي حاجه؟ لا لا ما بغيت والو. الكلام اللي غادي نقول لك خاصو يبقى هنا في هذا البيرو. واخا ياك لاباس. غادي نتلاقاو مع الخضر، كنفكر في شي تحالف معاه. اخير كنفكر. ولكن شنو مطلوب مني؟ غادي نجتمع عندك في الدار الا ما عندك مانع. علاش ماشي في الحزب؟ بغينا شي مكان محايد. واش نقدر نعطيك؟ خصني نفكر شويه. وقتاش هادشي؟ اليوم بالليل غادي نكون غير انا وياك الخضر وشي حد نكتب ليه لهم. علاش بشير ولا تفلا؟ تفهم متفقاش على التحالف. بشير؟ بشير كتعرفيه كيهضر بزاف، ما كتعجبنيش العلاقه اللي عنده مع الخضر. شوفوا النوع ديال التحالف ومن بعد نعلموه. اللي بالك انا الملك والو. وصلتني شبريه مع شي واحد ما كنعرفوش وبرزتني شويه. غادي نشوف. ثلاثة السوايع وانا كنتسنى فيكم في الصالون بحال الهبيلة. حتى وحدة ما قدرت تجاوب ولا تعيط. ماشي مشكل، دابا فهمتكم ومبقيتش مازال نعاود نبرزتكم. يلا باي باي. راجع الفاتحة اختي هاشي. ماشي مشكل، خلصي وخلينا نخدك. شكرا. لاباس؟ والو. وصل لك شي واحد؟ علاش انا اصلا كنت دافيه شي واحد؟ ومالك؟ عييت، عييت من البشر، كلشي تابع حاجته. اللي باغي يخدم بنيته حتى واحد ما بقى باغي. حتى صاحبه ولات بالمصلحه. الدنيا ظلمت في عيني كوني نموت ونتهنى. صافي تسدني، سعيد معاك. ما بغيتش نشوفك كتبكي. وبالنسبه للخدمه انا غندبر لك. بارك الله فيك يا سي جلال، ولكن انا راه وصلت فيه حتى العظم والله. تعطلنا عليها بزاف. ما عيطتش ليها؟ عيطت ليها، بغيت منها هي مع الخدمه. يلا سمعت الميساج ديالها فاش كنت جايه في الطريق، تعصبات ديال بصح. فين غتكون مشات دابا؟ تكون دخلت للدار؟ لا بقلها تكون في البحر. كيعرفها ملي كتعصب كتمشي لتما. ما فهمتش علاش ما عيطتيش ليها؟ شنو بقى شادك؟ فاروق جاي عندي البيرو قالك بغا يجتمع مع الخضر عندي في الدار. ما تقوليش هي وافقتي. علاش غنقول له؟ عندك مليون سبب علاش تقولي لا، ولكن وليتي بحال بشير. حزب الغايه كتبرر الوسيله. عطيفه
سمح لينا. سمح لك انتي؟ علاش تسمح لينا؟ فهمتك شي لطيف علاش معصبة عليا. خبرك كان ممكن ما تسقيش كاع الخبر هذا الشيء وما نقولك حتى شي حاجة. معصبة عليك على حقاش وافقتي بلا ما تفكري. راه مازال ما كاين حتى حاجة، ما اتفقنا معاهم على والو. حنان، حزب الخطر هو أكبر راعي الفساد في هذه البلاد. ما خصناش نتحالفوا معاه. سي فاروق كيقول لك اسمع عمر. سي فاروق نيمبورت كو. واخا لنا. سيبوزون دينا الأغلبية في برلمان، ياك؟ النظام الانتخابي في هذه البلاد ما كيسمحش لكتلة واحدة تشكل الحكومة. دونك خصنا نتحالفوا مع أحزاب أخرى اللي ما عندهاش نفس التوجهات ديالنا. يعني البرنامج ديالنا كله خويو عليه الماء. ويعني شنو؟ نربعو يدينا ونقصو ما نديرو حتى حاجة؟ لا، نقاومو، نناضلو. خاص الصوت ديالنا يوصل للناس نقي، واخا نكونوا أقلية. بارك علينا من هادشي، الله يسهل عليكم. الله يخلي هاد السياسة اللي فرقاتنا. أنا أصلا جيت حدا البحر باش نتكلم، تبعتوا لي بمشاكلكم هنا. عندها الصح لولا، حنا جينا هنا على ندبش على حاجة أخرى. أنا جاية للبحر باش نتكلم، وأنتم متابعيني بمشاكلكم حتى لهنا. جا معاك السي شوار، واخا درتي وجيتي للبحر تشوك. قلبوا عليا، أصلا أنتم نسيتوني، ما بقى أنا صاحبة لا والو. ما نسيناكش أصاحبتي، عيد ميلاد ديالك غنديرو في الدار عندي كيما وعدتك. ما بقيت غندير لعيد ميلاد لا والو، ارتاح. لهنا. هي شمسي ماما كتبغيك بزاف خاصك تسمع عليها وي فكره التحالف مزيانه ولكن المقترح ديالكم راه ما قناش للحزب ديالنا اي اون بليس بغيتو وكيل لائحة يكون من عندكم واخا حنا شنو غنستافدو دابا شنو بغيتو بغيناكم تفهمو البرنامج ديالنا البرنامج ديالكم طموح ولكن الميكانيزم ديالو ماشي واضح العجز في الميزانية راه ما يمكنش تغلبو عليه الا بالاصلاح الاقتصادي اي جوستومون هاد طريقة الاصلاح هي نقطة الخلاف اللي بيناتنا وي الاقتراح ديالكم غادي يضيعنا بزاف ديال الاصوات لا بد من الجرأة إذا بغيتي تصوب أوملات كيخصك تهرس البيضة وأول خطوة في الإصلاح هي قضية ديال الدعم اللي كيخصو يترفع على بعض المواد بصفة نهائية لا اسمح لي السي الخضر ولكن هادشي اللي كتقول ماشي وعدك ممكناش نرفعو الدعم بصفة نهائية وإلا فئات كبيرة من المجتمع غادي تضر ولا بدا من شوية تضحيات والناس خصها تصبر إلا بغاونا نبنيو البلاد والحريات نضمنو للناس الكل بعدا نشوفوا المنظومة التعليمية ونشوفوا الصحة عندو على الحريات كنظن ما يمكنناش نتناقشوا على الحريات على اساس انهم كماليات احنا بعد عندنا الحريات قضية اساسية على هذا القبال كيبان لي ما غاديش نتفهم
أنوار. شنو؟ لا والو، غير كمل خدمتك. عيطي لي. رمنا نعيط. ماما تشاركي عارفة شكون. رمنا جيت سكنت معاك وني شايف كيفاش عايش. بقيتي مدية في السياسة ونسيتي حياتك. دابا رجع الوقت باش تديها في راسك. عيطي لي. ما عندي لمن نعيط. ماما أنا ما بقيتش دري صغير. أنا غادي نمشي لبيتي. الو حميد، لبنى كيبقى الخاطر شويه وصافي الحمد لله. فيما كتلقى معايا كتلقاني شبعانه مشاكل. مشاكل كون سمعي مشاكل انا يبكي الحجر. يلا مشيو نتقابلو بلا ما نزيدك بهم محتوى. نكذبوا عليك. يلا شوف انا رجيت من البحر على رجلي. ما تخلص انت القهوه ناخذ عليك صراحه عصير. يلا شو من عصير بعدا ليكن ليكن شربوا لنا قهوه ولا مشوا البحر؟ لا البحر لا. يلا زين.